ومثل الإسلام بطره ومثل الشرك بفقره ومفرط الأمور بأمره ومستدرك الكافرين بمكره الذي تقدر الأيام ولم بعزه. والصلاة والسلام على من أهل الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد أمة الإسلام، أبشري فقد بدأت تباشير الفجر وهدت رياح النصر، فلقد أكرمنا الله في الثلوجة بنصر مؤثر في يوم من أيام الله كان الحصن وحده. We know.